هم يدخلون في قائمة الستين. ألف مبروك للبطاقة الأولى معك والبطاقة رقم 25 التي ستكون مباشرة ذهبت إلى قائمة الستين. ألف مبروك يا طلال السبيعي. تفضل. استاهل 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 استاهل. استاهل. مبروك. الروح والعزم نبدا والله الباني. ميعادنا القمة وإنزالنا القمة. يشهد لنا وقتنا يجري وميلان. يا الله. يجري وميلان. يا الله. قمنا وجينا نعيد المجد. نسمع مشاعر طلال. معكم طلال. أول شيء الحمد لله جينا عشان هذا السير حصلناه، وإن شاء الله نوعدكم بالشيء اللي يجملكم ويجملنا القادم أفضل. والقادم أفضل إن شاء الله. المايك ما نسمع يا شباب. أبد أبد. مايكي مايكي. أقول الحمد لله جينا على الشيء ذا وخذناه، وإن شاء الله أبشروا باللي يجملكم ويجملنا والقادم أفضل إن شاء الله. ألف مبروك يا طلال. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مبروك. البطاقة الثانية في مجموعة محمد مناحي وهي الأخيرة، لأن اليوم في مجموعة محمد مناحي تم الاختيار أو وضع الاختيار على شخصين، وهي البطاقة رقم 26 بطاقة التأهل لمرحلة الستين. ألف مبروك لأحمد العنزي. وصلوا شريط النجاح وشدوا الهمة. الروح والعزم نبدا والله الباني. ميعادنا القمة ومنزلنا القمة. يشهد لنا وقتنا يجري وميلان. يا الله يجري وميلان. قدامك الحين اللجنة وتكلم مع الجمهور. تكلم. نسمع مشاعر أحمد العنزي. تفضل. والله المشاعر يعني يا أخي ما شاء الله جلسنا ساعة ونص، والله يعني سبحان الله أبي الشباب كل أبوهم. لكن أنا أقول للشباب من أول وقبل والآن بعد أكرره، يا شباب لا تيأس، هذه بداية انطلاقتك، بداية انطلاقتك، والله أعلم وش اللي أفضل لك. قل الحمد لله وإن شكرتموني لأزيدنكم. قل الحمد لله وابشر بالخير. الحمد لله وموفقين. مبروك مبروك. شكرا أحمد العنزي، مشاعره وكلمته ونصائحه للشباب هي أيضا كلمات جميلة. لا تيأسوا، فالقادم جميل. وبعد أن انتهينا ب 26 بطاقة حصيلة أربعة أيام من برنامج أو تصفيات برنامج البزنس ثلاثة، محمد مناحي كنت لطيفا، كنت جميلا، كنت رائعا اليوم مع مجموعتك. شكرا لأعضاء لجنة التحكيم. لا تذهبوا بعيدا، فغدا إن شاء الله موعد جديد إن شاء الله حيكون معانا في ليلة استثنائية ورحلة استثنائية لرحلة البزنس، بزنسية شتوية. نقول ودعناكم الله سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الكلمة لك يا محمد مناحي تختم مع زملائك. الحمد لله رب العالمين. ألف مبروك